مكفينا بس مش كثير، مش كثير. اخواتي بيجوعوا، بيبقى ما فيش اكل، بيجوعوا كثير. انا واقفه صفه طابور الي ساعتين صافه عشان بدي استلم طحين وعلب فول وعلب لحمه. الوضع صعب كثير علينا واحنا تعبنا كثير، احنا ميتين من السقعه. يا ريت يهدى الوضع، نفسنا نرجع بيوتنا. اشتقت لاصدقاء، احنا مشردين. مرات مننام جوعانين، مرات مننام من غير غطاء. نفسي يكون الوضع زي قبل، كنا زمان كنا ناكل كثير اكل. نفسي انا في المقلوبه، في اللحمه، رز وجاج، كبسه، منسف. امي كانت تعمل لي اياه دائما كل جمعه. ياكل عن اربعه زبطنا يا حاج. يا عمي خلص يا راجل. حبل كثير يا شيخ. انا مرات بروح استلم بيجي ضاري بس ما لقيتش شيء. خلص الاكل، فيش شيء. انا بستنى الكابوره تاعتي، ابغيت بستلم، بقعد ساعه ساعتين ثلاث ساعات، ابغيت بستلم ابغيت بستلمش. عمره سبع شهور، فيش قشن طعمي ولا سريرك ولا حليب ولا في عنده بامبس، قاعد بصيح من الجوع. يا واختي عمرها سنتين، هيها فيش عنا اشي، كانت تصيح مش قادره من الجوع. يا ريت تخلص الحرب ونرجع على بيوتنا نتريح. انا بزعل، انا بديش اكل بس اخواتي الصغار ياكلوا، بقعدوا بزيحوا وغير بروحوا مرار بروحوا لما يموتوا من الجوع ما بقدروش، بضلهم يصيحوا يعيطوا. نوقفكم وقت عشان بس ناخذ يعني خضره قليله واكل قليل. أول مرة اليوم يجيبوا لنا طحين يوزعوا علينا، لما هيك يعني كان ندبرش حالنا، منيح إن عايشين من وراهم. الخضرة اللي بيجيبوا لنا إياها قليلة والمعلبات قليلة. أنا واقفة أستناهم يوزعوا الطحين، أخذ بطاقة، البطاقة هي معانا، استنى يوزعوا الطحين. عم البابا راح عرف حيشوف اشي، يدور عدور ياخد يجيب لنا اشي من عندهم ناكل. اخوي فيش عنده بمبز ولا حليب، اخوتي ما فيش عندهم بمبز ولا حليب ياكلوا. وعلى الاكل بكفيش لنا ثلاث علب فول، بكفين حبه هالبندوره اللي هالقد، بحط لك اياها بظرف، بكفين حبه هالبصل هالقد بكفي. لا والله.